أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة نفحة. لقد تحدثنا معا في حلقة سابقة عن قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام منذ ولادته وحتى هروبه من مصر خوفا من فرعون وبطشه، ورأينا كيف تمكن موسى عليه السلام من الرجوع إلى مصر مرة أخرى بأمر الله مع أخيه هارون عليه السلام بالرسالة والنبوة. ولكن لم نرى ماذا حدث بين موسى عليه السلام وبين فرعون، وكيف سيواجه كل منهما الآخر بعد كل هذه السنوات. لذا جئنا إليكم اليوم مشاهدين الكرام في قناة نفحة لنخبركم بما سيحدث بين موسى عليه السلام وبين فرعون، وماذا سيفعل موسى عليه السلام حيال ذلك، وكيف سيتمكن من النجاة بقومه من فرعون والخروج من أرض مصر مرة أخرى. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الاشتراك في القناة ودعم الفيديو بزر اللايك لتساعدنا في انتشار الفيديو إن شاء الله، ليعرف أبناؤنا وإخواننا في كل مكان قصة نبي كريم من أنبياء الله العظيم، ولتشاركنا بهذا الأجر والثواب إن شاء الله، فالدال على الخير كفاعله. والآن هيا لنبدأ. انطلق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام إلى قصر الفرعون لكي يتم ما أمرهما الله عز وجل به. فما إن دخل موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون، وقبل أن يسألهما فرعون عن سبب قدومهما إليه حتى بادراهما بالكلام فقال: يا فرعون، إنا رسولا ربك، إنا رسولان من رب العالمين. قد جئناك بأمر من الله تعالى أن تفك أسر بني إسرائيل وتتركهم يرحلون ولا تعذبهم. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. هنا وقف فرعون ينظر إلى موسى عليه السلام بكبر شديد، متعجبا من قول موسى عليه السلام له، فقال: أي عذاب هذا يا موسى الذي جئت تتحدث عنه بعد كل هذه السنوات، وترى أني أعذب به بني إسرائيل حتى أتركهم لك؟ فمن شدة ذكاء فرعون لم يجب موسى على ما ذكره موسى عن الله عز وجل وعن كونه رسولا من رب العالمين، وهذا من مكر الفرعون، فهو يحاول إبعاد الحديث إلى منحى آخر. لذا أخذ الفرعون يذكره بنعمته وإحسانه عليه بتربيته في قصره حين كان موسى عليه السلام وليدا رضيعا، فقال الفرعون: ألست أنت يا موسى واحدا من بني إسرائيل وقد ربيتك في قصري وأنت رضيع، ثم كبرت ومكثت عندي سنين من عمرك، فأي عذاب هذا قد أصاب بني إسرائيل؟ قال الله سبحانه وتعالى: قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. بل وزاده عن هذا وأخذ يذكره بذنبه وقتله لذلك الرجل المصري. ففرعون يحاول بشتى الطرق إبعاد موسى عليه السلام عن ذكر رب العالمين والتحدث عن شيء آخر، فقال له فرعون مستكملا حديثه: بل ومع كل هذا يا موسى أنكرت إحساني إليك وجحدت بكل هذا الخير الذي فعلته معك، وقتلت رجلا منا وفررت بفعلتك تلك. قال الله عز وجل: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. هنا رد موسى عليه السلام على فرعون وقال له: إني لا أنكر أني يا فرعون قد قتلت رجلا منكم، ولكني فعلت ذلك عن خطأ مني، فأنا لم أقصد قتله، وهربت منكم خوفا من بطشكم لما علمت أنكم تريدون قتلي على ذنب لم أتعمد فعله، فمن الله عز وجل علي بأن آتاني الحكمة وجعلني رسولا. قال الله عز وجل: قال فعلتها إذا وأنا من الضالين.
ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. ثم أكمل موسى عليه السلام حديثه مستنكرا كلام فرعون عما امتن به عليه من التربية والإحسان، فقال للفرعون: أي نعمة هذه التي تظن أنك قد أحسنت إلي بها فأنستك ظلمك لبني إسرائيل بأكملهم وأنت تعذبهم وتستعبدهم لك ولقومك؟ قال الله عز وجل: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. فلما سمع فرعون هذا لم يجد حجة أو ردا على موسى عليه السلام حتى يثنيه عن ذكر رب العالمين تعالى، فقال له فرعون: وما رب العالمين يا موسى؟ فرد موسى عليه السلام بكل ثقة ويقين: قال هو رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تصدقون وتؤمنون بهذا. فغضب فرعون ونظر لمن حوله وقال لهم: ألا تستمعون لما يقوله؟ وقبل أن يرد الملأ من قوم فرعون أخذ موسى عليه السلام يكمل خطابه لهم فقال: بل هو ربكم الذي خلقكم وخلق آباءكم وأجدادكم. هنا نظر إليه فرعون وقال في سخرية: آباءكم وأجدادكم، إذن فماذا عنهم هؤلاء وهم لم يسمعوا بك تتحدث؟ قال الله عز وجل: قال فما بال القرون الأولى. وهنا أيضا فرعون يحاول مرة أخرى بخبث ودهاء ومكر إبعاد الحديث عن رب العالمين أو أن ينسي موسى كلامه عن بني إسرائيل وتضعف حجته فتبطل دعوته، لكن موسى عليه السلام يرد بكل ثقة ويقول له: إن أخبارهم وعلمهم عند رب الذي لا ينسى ولا يظلم أحدا. قال الله عز وجل: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فلما سمع فرعون ذلك ولم يجد ما يرد به عليه أخذ يستهزئ به ويسخر منه ويتهمه بالجنون، فنظر إلى ملئه وقال لهم بسخرية: إن رسولكم الذي قد أرسل إليكم قد أصابه الجنون فلا يدري ماذا يقول. قال الله عز وجل: قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فلما سمع موسى هذا رد عليه بقول هو أكبر منه ليثبت له أنه ليس بمجنون وأن الله عز وجل لا إله إلا هو سبحانه وحده لا شريك له. قال الله عز وجل: قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وهنا بهت الفرعون فلم يجد ما يرد به على كلام موسى وحججه عليه، فأخذ يستعمل بطشه وسلطته بتهديد موسى وإخافته، فقال في غضب شديد: إن اتخذت إلها غيري يا موسى لأسجننك أنت ومن معك. قال الله عز وجل: قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فلما رأى موسى عليه السلام ذلك من الفرعون علم أنه لن يفيد معه الحجة أو الحديث، فتكبره وتعاليه وبطشه قد أغلق عليه عقله، فقال له موسى عليه السلام: فماذا لو جئتك بآية ودليل واضح وعلامة على أني رسول من الله فهل ستؤمن؟ فرد عليه فرعون: إن كان لديك بينة على ما تقول فأت بها إن كنت صادقا فيما تقول. قال الله عز وجل: قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى موسى عليه السلام عصاه فتحولت ثعبانا عظيما، فما إن رآها الناس حتى فزعوا وخافوا من مقامهم مذعورين. ثم أدخل موسى عليه السلام يده في جيبه ثم أخرجها ثانية فظهرت بيضاء من غير سوء، لها نور ساطع في السماء يبهر الأنظار وتكل منه الأبصار.
يدخل نورها البيوت ويرى من وراء الحجب، فمن شدة إضاءتها لما حولها لم يستطع فرعون النظر إليها، فردها موسى عليه السلام إلى جيبه وأخرجها، فإذا هي على لونها وصفتها الأولى، فأصابت فرعون صدمة كبيرة مما رأى، وظل هو وقومه للحظات لا يدرون ماذا يقولون من هول ما حدث، فقد أسكتت الصدمة ألسنتهم، ولكن ما هي إلا لحظات حتى عاد الفرعون إلى طبيعته، واستكبر أكثر بعدما رأى الآية واضحة، فمكث قليلا يفكر فيما يقول حتى لا يؤمن الناس بموسى عليه السلام، فما هي إلا لحظات حتى قال إن هذا لساحر عليم، أو ربما يكون قد أصابه بعض الجنون، فأي آية هذه قد جاء بها من ربه؟ فنحن لا نرى إلا سحرا، قال الله تعالى فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. ثم أقبل يقول لموسى عليه السلام إنك لساحر مبين يا موسى، جئت إلى أرضنا بسحرك هذا لتخرجنا منها وتمكث أنت وقومك فيها. ثم نظر فرعون إلى قومه لما رآهم قد أصابتهم بعض الريبة والشك وأنهم قد يؤمنون بموسى، فقال لهم إن هذا لساحر عليم، قد جاء بسحره هذا ليخرجكم من أرضكم، فما رأيكم فيما رأيتم وماذا سنفعل معه؟ قال الله عز وجل قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ فنظر القوم إلى بعضهم لا يدرون ماذا يقولون، فالموقف مهيب وهم يدركون أن هذا ليس بسحر، فهم يعلمون السحر جيدا، ولكن خوفهم من فرعون وبطشه دفع رهطا منهم أن يقولوا مثل ما قال الفرعون. قال الله عز وجل ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. فقال الرهط لفرعون نعم إنه ساحر عظيم كما قلت يا فرعون وقد جاء ليخرجنا من أرضنا. ثم نظر الرهط الذي يتحدث إلى باقي الملأ وقالوا لهم ماذا ترون أنتم أيضا أن نفعل معه؟ قال الله عز وجل قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ هنا رد باقي الملأ من قوم الفرعون فقالوا نحن لا يمكن أن نحكم الآن في أمره، ولكن نرى أن تؤخره هو وأخوه قليلا حتى تأمر فتأتي بكل ساحر في البلاد فيتناظر معهم فيبطل سحره ويذهب أمره، واتفقوا جميعهم على ذلك. قال الله عز وجل قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. هنا نظر موسى عليه السلام إليهم وقال لهم يا قوم اتقوا الله، أتقولون على ما آتاكم الله عز وجل من حق إنه سحر وكذب، وأنتم تعلمون علم اليقين أن هذا ليس بسحر وأنه الحق من ربكم، وإن الساحر لا يمكن أن يأتي بهذا مهما بلغ سحره. قال الله عز وجل قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ فرد عليه القوم في غضب وقالوا له ما هذا الذي تقوله يا موسى؟ أجئت بسحرك هذا لكي تجعلنا نترك ما يعبد آباؤنا فنتبعك وتكون أنت من لك الكلمة والكبرياء في الأرض؟ هيهات هيهات لما تقول يا موسى، فنحن لن نؤمن لك أبدا. قال الله عز وجل
قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقبل أن يرد عليهم موسى عليه السلام قال فرعون لملئه: الأمر كما قلتم، نأتيه بمن لديه سحر مثله فيظهر لنا كذبه. ثم أصدر فرعون أوامره بأن يأتوه بكل ساحر عليم في البلاد. هنا نظر إليه موسى لما رأى من تكبره وعناده وقال له: يا فرعون، إني رسول من الله، وما كان لي أن أكذب على الله وأدعي النبوة، فقد جئتكم بآية بينة، فاتق الله ولا تتكبر وأرسل معي بني إسرائيل. قال الله عز وجل: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. ثم أخذ موسى عليه السلام يلطف لفرعون في الحديث كما أمره الله عز وجل لعله يؤمن أو يخشى. قال الله عز وجل: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقال موسى: يا فرعون، هل لك في أن أعطيك شبابك فلا تهرم وملكك فلا ينزع، وأرد إليك لذة المأكل والمشرب، وإذا مت دخلت الجنة بعد أن تؤمن بي؟ هنا قال هامان لفرعون: وتصير تعبد أنت إلها بعد أن كنت إلها يعبدك الناس؟ ثم قال له: أنا أرد عليك شبابك. فعمل له الوسمة فخضبه بها، فكان أول من خضب بالسواد. وأصر فرعون على كفره وعناده وقال لموسى: لن نؤمن لك يا موسى ولن ننخدع بسحرك هذا مهما فعلت، بل إننا سنأتيك بسحر مثل الذي لديك فيظهر للناس كذبك ويبطل ادعاؤك هذا، فاجعل بيننا وبينك موعدا تحدده أنت يا موسى تتناظر فيه مع السحرة إن كنت صادقا فيما تقول. قال الله عز وجل: فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فكان هذا من أكبر مقاصد موسى عليه السلام حتى يظهر آيات الله عز وجل وحججه جهرة أمام الناس. فأخذ موسى عليه السلام يحدد اليوم والساعة وطريقة الاجتماع، فقال موسى عليه السلام لفرعون: إن موعدكم معي يوم الزينة، يوم عيدكم، على أن يكون اللقاء في أول النهار ليكون الحق أظهر وأجلى وأبلج، وأن يجتمع الناس في مكان واحد وعلى استواء واحد، فيرى الناس آيات الله واضحة أمامهم لعلهم يؤمنون. قال الله عز وجل: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فجمع فرعون جميع من كان ببلاده من السحرة، وكانوا 70 ساحرا، وقيل بل كانوا ألوفا مؤلفة، ثم أرسل للناس ونادى فيهم بأن يجتمعوا يوم الزينة وأن يحضروا لهذا الموقف العظيم فيروا ماذا سيحدث. فما إن جاء يوم الزينة حتى اجتمع الناس وقالوا: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الفائزين. قال الله سبحانه وتعالى: فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. ثم جاء السحرة ودخلوا على فرعون فأخبرهم بما يريده منهم، فوافقوه على أمره وقالوا له: سنفعلها، ولكن
هل لنا أجر إن فزنا في هذه المواجهة؟ قال لهم فرعون: نعم، بل وستكونون من المقربين إلي. فاستبشروا بقوله وخرجوا لمواجهة موسى عليه السلام بسحرهم، يظنون أنه ساحر مثلهم وسيغلبونه بسحرهم. قال الله تبارك وتعالى: فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. فما إن رآهم موسى عليه السلام حتى قال لهم: ويلكم، ماذا ستفعلون؟ لا تتعدوا على الله عز وجل وتفتروا الكذب فيصيبكم عذاب شديد. قال الله عز وجل: قال لهم موسى: ويلكم، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى. فما إن سمع السحرة ذلك من موسى حتى أصابهم الفزع والارتباك، فأخذوا يتنازعون بينهم: هل هو على الحق كما يقول فنتبعه ونترك فرعون، أم هو كاذب كما يقول فرعون؟ ولكن سرعان ما هدأوا وكتموا ما دار بينهم خوفا من فرعون، ثم قالوا سرا فيما بينهم: إن هذان إلا ساحران يريدان أن يخرجانا من أرضنا ويذهبا بطريقة السحر العظيمة التي نحن عليها، فأحكموا كيدكم وعزموا عليه من غير اختلاف بينكم، وقفوا أمامه وقفة رجل واحدة، ثم أتوا صفا واحدة، وألقوا ما في أيديكم مرة واحدة لتبهروا الأبصار وتغلبوا سحر موسى وأخيه، ولقد ظفر بحاجته اليوم من علا على صاحبه فيغلبه ويقهره. قال الله عز وجل: قال لهم موسى: ويلكم، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، وقد أفلح اليوم من استعلى. وهنا بدأ المشهد الذي يترقبه الجميع، فاجتمع السحرة في صف واحد، ثم قالوا لموسى: هل تبدأ أنت أولا يا موسى أم نبدأ نحن؟ قال الله عز وجل: قالوا يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. فقال لهم موسى عليه السلام: بل ابدأوا أنتم. قال الله تبارك وتعالى: قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فما إن ألقى السحرة حبالهم وعصيهم حتى قالوا: بعزة فرعون لنحن الغالبون. قال الله تبارك وتعالى: فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فما إن ألقوا ما في أيديهم حتى خاف الناس مما رأوه واسترهبهم هذا السحر، فقد خدع السحرة أعين الناس بما جاءوا به من سحر عظيم أفزع كل من رأى ما حدث. قال الله عز وجل: قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فما إن وقعت الحبال والعصي على الأرض حتى خيل للناس من سحرهم العظيم أنها ثعابين وحيات تسعى،
فمن كثرتها وشدة تأثير سحرهم قد ملأت الأرض على شكل ثعابين حقيقية يركب بعضها بعضا، فلا يستطيع الناظر إليها أن يفرق بينها وبين الثعابين الحقيقية، أو أن يعرف حتى هل هذه حقيقة أو خيال. قال الله عز وجل: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فلما رأى موسى عليه السلام ما جاء به السحرة من سحر عظيم أوجس في نفسه خيفة أن ينخدع الناس بها فلا يصدقوا آياته ويظنون أن ما جاء به سحر أيضا، فأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام ألا تخف، فإن الله سينصرك على سحرهم هذا، فور أن يلقي عصاه ويبطل ما يخدعون به الناس. قال الله عز وجل: فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقى موسى عليه السلام عصاه وهو يقول ما قاله الله عز وجل في الآية: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فما إن وقعت عصا موسى عليه السلام على الأرض حتى تحولت إلى حية عظيمة، فجعلت تلقف حبالهم وعصيهم كلها حتى لم يبق منها شيء، وبطل عمل السحرة بعد أن ظنوا أنهم هم الغالبون. قال الله تبارك وتعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فما إن رأى السحرة ما حدث أمامهم حتى تيقنوا أن ما جاء به موسى عليه السلام ليس بسحر أبدا، فهم يعلمون السحر جيدا. وقيل إن كبير السحرة كان أعمى، فقال له أصحابه: إن عصا موسى صارت ثعبانا عظيما حقيقيا وتلقف حبالنا وعصينا. فقال لهم: هل لم يبق لحبالنا وعصينا أي أثر أو حتى عادت إلى حالها الأول؟ فقالوا: لا. فقال: هذا ليس بسحر. فخر ساجدا وتبعه السحرة أجمعون، فرفع الله عز وجل الغشاوة من على قلوبهم وأسلم جميع السحرة. قال الله تبارك وتعالى: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. فلما رأى فرعون هذا اشتد غضبه وغيظه مما فعلوا، وقال لهم: أآمنتم له واتبعتموه قبل أن آذن لكم بذلك؟ إن موسى هذا لهو عظيمكم وكبيركم الذي علمكم السحر فاتبعتموه، ودبرتم مكركم ومكيدتكم لتخدعون فتخرجون من أرضنا، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم مخالفا بينهما يدا من جهة ورجلا من الجهة الأخرى، ولأصلبنكم على جذوع النخل. وقال جذوع النخل لأنها أعلى وأشهر، فيراهم الناس أجمعون، فيكونون عبرة ونكالا عنده لمن يقتدي بهم أو يفعل مثلهم. قال: ولتعلمن أيها السحرة من أشد عذابا من الآخر وأدوم له، أنا أم رب موسى؟ قال الله تبارك وتعالى ما قاله فرعون: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لأقطعن
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. ولكن الله عز وجل ربط على قلوب السحرة بعد أن آمن، فقالوا له في عزة وثبات ويقين: نحن لا نأبه لما ستفعل يا فرعون، فإن بقتلك لنا سنذهب إلى ربنا وما هي إلا حياتنا الدنيا، ونطمع باستباقنا الإيمان أن يغفر الله عز وجل لنا ذنوبنا، فنحن أول من آمن بموسى. قال الله تبارك وتعالى: قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. ثم قالوا: فلتفعل ما تريد بنا يا فرعون، فلن نطيعك أو نؤمن لك مهما فعلت ومهما عذبتنا، ولن نفضلك على ما قد آتانا من الله عز وجل من الآيات والبينات، فهذه الحياة زائلة فانية لن تدوم، وإن الحياة الأخرى خير وأبقى لمن آمن، فإننا بإيماننا هذا نرجو أن يغفر الله عز وجل لنا ما أكرهتنا عليه من السحر والافتراء على الله. قال الله سبحانه وتعالى: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. ونفذ فرعون عقوبته على السحرة، ورأى الناس مدى ثبات السحرة على الإيمان وصبرهم على العذاب الأليم، علموا أن ما جاء به موسى عليه السلام من الآيات هو الحق من ربهم، فآمن مع موسى عليه السلام ثلة من بني إسرائيل خفية على خوف من فرعون وقومه. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. فلما رأى قوم فرعون ذلك قالوا لفرعون: هل ستترك موسى وقومه هكذا يفسدون في الأرض حتى يؤمن معه كل بني إسرائيل ثم ينتشر الإيمان به حتى يصل إلى قومك وربما يصل إلى أهل بيتك؟ فقال فرعون في غضب شديد: لا، بل اقتلوا كل من يؤمن به، ولا تأخذكم بهم شفقة ولا رحمة. قال الله سبحانه وتعالى: فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وبالفعل بدأ العذاب في بني إسرائيل من جديد أضعاف ما كان، فأخذ جنود فرعون يعذبون ويقتلون كل من يعلن إسلامه وإيمانه بموسى، فكان أول من قتل من بني إسرائيل رجل يدعى خربيل، قيل إنه كان النجار الذي صنع التابوت الذي وضع فيه موسى عليه السلام قبل أن تلقيه أمه في النيل. فلما رأى أن غلب موسى عليه السلام السحرة ورأى إيمانهم به لم يستطع خربيل كتمان إيمانه، فلما علم به فرعون أمر بقتله وصلبه على جذع نخلة بجانب السحرة،
فدب الرعب في قلوب بني إسرائيل، وأصبح إيمانهم خفية لمخافتهم من أن يلحق بهم بطش فرعون بسطوته وجبروته وعلوه واستكباره. وكان موسى عليه السلام يشاهد ما يحدث دون أن يقوى على دفع ذلك عن قومه، فلم يأته أمر من الله تبارك وتعالى بعد. فلما اشتد البلاء على بني إسرائيل اشتكوا إلى موسى عليه السلام ذلك الأمر، وقالوا له: لقد أصابنا يا موسى الأذى والعذاب قبل أن تأتينا برسالتك وبعد أن جئتنا، ففعل شيئا يا موسى ينجينا من هذا العذاب. فأمرهم موسى عليه السلام بالصبر والتوكل على الله عز وجل، وبشرهم بأن عسى أن يكون نصر الله عز وجل قريبا، وأن تكون العاقبة والمفازة لهم. قال الله سبحانه وتعالى: قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وظل فرعون يعذب بني إسرائيل، وكلما اشتد عذابه فيه مزداد إيمانه، وظل الإيمان بموسى ودعوته يزيد يوما بعد يوم، وفرعون يقتل ويعذب فيهم، حتى وصل الإيمان إلى قوم فرعون، بل وإلى قصر الفرعون أيضا. فكان أول من علم بهم فرعون داخل قصره هي ماشطة ابنة فرعون، وذلك عندما كانت تلك الماشطة ذات يوم تمشط ابنة فرعون، فوقع المشط من يدها، فقالت: بسم الله. فقالت ابنة فرعون: أبي؟ فقالت: لا، بل ربي وربك ورب أبيك. فقالت الفتاة: سأخبر أبي بهذا وإلا فارجعي. فقالت: بل أخبري. فأخبرت الفتاة أباها بذلك، فدعا فرعون بهذه الماشطة وبولدها وقال لها: يا فلانة، وإن لك ربا غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. فأمر الفرعون الظالم ببقرة من نحاس فأحميت ليعذبها هي وأولادها فيها. فجيء بالماشطة وأولادها أمامها، فقالوا لها: إما أن ترجع أو يلقى بها وبأولادها في النار. فرفضت الماشطة المؤمنة ذلك، قالت لفرعون في ثبات: لي إليك حاجة. قال فرعون: وما حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد فتدفنها. قال: ذلك لك. فأمر بأولادها فألقوا بين يديها في التنور واحدا واحدا، وهي ثابتة لا تتزعزع، إلى أن انتهى أمر ذلك إلى صبي لها مرضع، وكأنها تقاعست من أجله. فقال الصبي لأمه: اصبري يا أماه، فإنك على الحق، اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت الماشطة ونزلت في النار. فلما علمت آسيا امرأة فرعون بما فعله مع تلك المرأة وأولادها، وكانت قد آمنت من قبل ولكنها تخفي إيمانها خوفا من فرعون وبطشه، ذهبت آسيا إلى فرعون وقالت له: الويل لك، ما أجرأك على الله؟ فقال لها: ماذا تقولين؟ لعلك اعتراك الجنون الذي اعترى الماشطة؟ فقالت: ما بي جنون، ولكني آمنت بالله تعالى ربي وربك ورب العالمين. قال فرعون لها: أوقد فعلت؟ قالت: نعم. فحاول فرعون إثناءها وإرجاعها عن ذلك الإيمان فلم يقدر، فدعا فرعون أمها وقال لها: إن ابنتك قد أصابها ما أصاب الماشطة، فإن لم تكفر بإله موسى فلأذيقنها العذاب حتى الموت. فخلت بها أمها وأرادتها على موافقة فرعون، فأبت آسية عليها رحمة الله وقالت: أما أن أكفر بالله فلا والله. فلما علم فرعون إصرارها على الإيمان ازداد غضبه وغيظه عليها، فنادى في ملئه وقال لهم: ماذا تقولون في آسية ابنة مزاحم؟
فأثنوا عليها كريمة من بيت كريم، فقال لهم إنها تعبد ربا غيري. فقالوا له: أما وإن فعلت ذلك فاقتلها. فأمر فرعون جنوده بإحضارها، فلما حضرت آسية بين يديه أمر بربطها على أربعة أوتاد من يديها وساقيها، ثم أخذ يعذب بها بكل أنواع العذاب لإجبارها على الكفر بالله تعالى، فتارة يعذبها بالجلد، وتارة يعذبها بوضع الحجارة فوقها، وتارة بشد وثاقها، وظل هكذا يعذبها بأقصى وأشد الطرق وهي تصر على الإيمان عليها رحمة الله. فلما عاينت الموت وأحست بدنو أجلها ناجت الله تعالى وقالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. فكشف الله عز وجل عن بصيرتها، فرأت الملائكة وما أعد الله لها من الكرامة. فضحكت امرأة الفرعون، فقال فرعون: انظروا إلى الجنون الذي بها تضحك وهي في العذاب. ثم ماتت. رضي الله عن آسية عليها سلام الله ورحمته. قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. وقال عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنها من خير نساء العالمين. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: حسبك من نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. فلما رأى فرعون أن الإيمان بموسى بدأ ينتشر في مصر كلها حتى وصل إلى قومه وداخل قصره، ازداد غضبه وغيظه، وخشي أن يؤمن قومه بموسى ويترك عبادته هو. فأمر فرعون جنوده بالشدة على بني إسرائيل وعلى موسى، ففعلوا ذلك، وصاروا يكلفون بني إسرائيل من العمل ما لا يطيقونه، وكان الرجال والنساء في شدة كبيرة. وكانوا قبل ذلك يطعمون بني إسرائيل إذا استعملوهم، فصاروا لا يطعمونهم شيئا، فيعودون بأسوأ حال، فشكوا ذلك إلى موسى، فقال لهم: استعينوا بالله واصبروا، وتوكلوا على الله إن كنتم مسلمين لله. فامتثل بنو إسرائيل لكلام موسى عليه السلام، ودعوا الله تعالى أن يعينهم على الصبر وأن يذهب عنهم هذا البلاء العظيم. قال الله عز وجل: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، قلنا: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وظل فرعون يعذب بني إسرائيل وهم صابرون على البلاء، داعين الله عز وجل أن يذهب عنهم هذا العذاب، حتى أوحى الله عز وجل إلى موسى وهارون عليهما السلام أن يأذن لقومهما بالصلاة في بيوتهم، وأن يتخذوها مساجد لهم، حتى لا يظهروا إيمانهم لفرعون فيقتلهم أو يعذبهم ويشتد العذاب بهم. قال الله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وظل فرعون وقومه على عنادهم وكفرهم وطغيانهم، فاستخف قومه فأطاعوه حتى ابتلاهم الله عز وجل، فأرسل الله عز وجل عليهم العذاب في صور آيات متتاليات لعلهم يتعظون ويؤمنون ويرجعون. فكان أول بلاء نزل بهم السنين،
وهي أعوام جدب وقحط وجوع وعطش، فهلكت الزروع وماتت الماشية. قال الله عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فلما جهدهم ذلك وأتعبهم قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فاستجاب موسى لدعائهم فدعا ربه عز وجل، فكشف الله عنهم وعادت الخيرات وزادت الثمرات مرة أخرى، ولكنهم نكثوا ولم يفوا له وظلوا على كفرهم وعنادهم وطغيانهم. فأرسل الله عز وجل عليهم الطوفان، وهو الماء الغزير المتتابع من السماء ومن الأنهار، فأغرق كل شيء لهم. فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا ونحن نؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل. فكشف الله عز وجل عنهم ونبتت زروعهم، فقالوا: ما يسرنا أن لم نمطر. فبعث الله عليهم الجراد فأكل زروعهم. فسألوا موسى أن يكشف ما بهم ويؤمنوا به، فدعا الله عز وجل فكشفه فلم يؤمنوا، وقالوا: قد بقي من زروعنا بقية. فأرسل الله عز وجل عليهم الجراد فأكل زروعهم ودمر محاصيلهم، وقيل إنه كان يأكل مسامير الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم ومساكنهم. فذهبوا إلى موسى يسألونه أن يدعو لهم، فدعا ربه عز وجل فكشف عنهم العذاب وذهب الجراد، ولكنهم مع ذلك ظلوا على كفرهم وعنادهم. فأرسل الله عز وجل عليهم القمل، وهي حشرات صغيرة، وقيل بل السوس الذي يخرج من الحنطة، وقد سلطه الله عز وجل على البيوت والأطعمة، فأهلك الزروع والنبات أجمع، وكان يهلك أطعمتهم ومنعهم النوم والقرار، فلم يقدروا أن يحترزوا منه. حينها ذهبوا إلى موسى ككل مرة وسألوه أن يدعو لهم أن يكشف عنهم هذا، فدعا ربه عز وجل فكشف عنهم، ولكنهم ظلوا على كفرهم وعنادهم. ثم أخذهم الله عز وجل ببلاء آخر، فأرسل عليهم الضفادع فملأت بيوتهم، وكانت تسقط في قدورهم وأطعمتهم من كثرتها، حتى قيل إن أحدهم إذا فتح فمه لطعام أو شراب سقطت فيه ضفدعة من تلك الضفادع. فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك بأن يكشف عنا العذاب. فكشف الله عز وجل عنهم العذاب، ولكنهم ظلوا على كفرهم وعنادهم. فأرسل الله عز وجل عليهم الدم، فصارت مياه آل فرعون دماء لا يستقون من بئر ولا نهر ولا مياه، ولا يغترفون من إناء إلا أصبح دماء، بل كان الفرعوني والإسرائيلي يستقيان من ماء واحد، فيأخذ الإسرائيلي ماء ويأخذ الفرعون دما. فبقي ذلك 7 أيام، فسألوا موسى أن يكشف عنهم ليؤمنوا، ففعل، ولكنهم لم يؤمنوا. قال الله تبارك وتعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فأرسل الله عز وجل عليهم الرجز، وهو سخط من الله تعالى، وقيل بل كان طاعونا أرسله الله عز وجل عليهم، حيث أصبحوا يوما أمر فيه موسى عليه السلام قومه من بني إسرائيل بأن يذبح كل رجل منهم كبشا، ثم ليخضب كفه في دمه، ثم ليضرب به على بابه. فقال المصريون لبني إسرائيل: لما تضعون هذا الدم على أبوابكم؟ فقالوا: إن الله يرسل عليكم عذابا فنسلم وتهلكون. فقال المصريون بسخرية: وهل سيعرفكم ربكم بهذه العلامات؟ فقالوا: هكذا أمرنا به نبينا. فأصبحوا وقد ضرب الطاعون قوم فرعون فحصد منهم 70,000، فأمسوا وهم لا يتدافنون. فسألوا موسى أن يكشف عنهم ذلك وسيترك له بني إسرائيل. فلما دعا موسى ربه عز وجل وكشف عنهم العذاب، نكثوا عهدهم من جديد. قال الله تبارك وتعالى:
ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون وظل آل فرعون كلما شاهدوا آية وبلاء وجهدهم ذلك وأتعبهم وأشقاهم أقسموا وعاهدوا موسى لئن كشف عنهم ليؤمنون به وليرسلون معه بني إسرائيل فلما رفعت عنهم تلك الآية عادوا إلى كفرهم وشركهم وضلالهم وأعرضوا عن الحق من جديد فيرسل الله عز وجل عليهم الآيات تترى يتبع بعضها بعضا وكل آية تكون أكبر وأشد من التي قبلها فيكذبون ويعدون ولا يفون قال الله تبارك وتعالى وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون بل وكانوا إذا جاءتهم الحسنة أي إذا جاءت آل فرعون العافية والخصب والرخاء وكثرة الثمار قالوا لنا هذه أي نحن أولى بها وهذا الذي نستحقه ويليق بنا وإن تصبهم سيئة من جدب وقحط وبلاء يتشاءمون بموسى ومن آمن معه ويقولون ذهب الرخاء والخصب والعافية منذ جاءنا موسى وآمن الذين آمنوا معه قال الله عز وجل فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون بل وازدادوا كفرا وعنادا وقالوا يا موسى مهما جئتنا بمعجزة أو آية أو علامة من سحرك لتخدعنا لن ننخدع لك يا موسى ولن نؤمن بك ولن نتبعك قال الله عز وجل وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين وظل فرعون يشتد في عناده وكفره حتى جمع ملأه ذات يوم وقال لهم إني أخشى أن يبدل موسى دينكم أو أن يؤمن به بنو إسرائيل ويذهب الناس عن عبادتي فيذهب ملكنا هذا فأنا لا أرى حلا لهذا إلا قتل موسى فتذهب دعوته قال الله تبارك وتعالى وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد فوافقه القوم على ذلك إلا رجلا من قوم فرعون كان مؤمنا ويخفي إيمانه وكان هذا الرجل له وجاهة عند فرعون إذ لم يتعرض له بسوء قيل كان ابن عم فرعون وقيل بل هو كان عمه وكان هو القائد الأعلى للجيش وقيل أيضا كان هو الرجل الذي حذر موسى من القتل عندما قتل الرجل المصري فلما سمع ما اتفق عليه الملأ أخذته الغضبة لله فلم يستطع كتمان الحق فوقف هذا المؤمن من آل فرعون وقال للملأ ويلكم يا قوم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاء بالدلائل على صدق نبوته فمن العقل والرأي التام والحزم أن تتركوه ونفسه فلا تؤذوه
فإن كان كاذبا فإن الله سيجازيه على كذبه بالعقوبة في الدنيا والآخرة، وسيكشف كذبه ولن يضركم شيء، فالله لن يهدي رجلا يفتري عليه الكذب. ولكن إن كان صادقا فيما يقول وآذيتموه فسوف يصيبكم ما توعدكم به من العذاب، فإنه يتوعد إن خالفتموه بعذاب أليم، سواء كان هذا في الدنيا أو في الآخرة، وفي بعض ذلك هلاككم. فأنتم اليوم يا قوم تفرحون بما لدينا من قوة وملك، ولكن فمن يدفع عنا بأس الله وعذابه إن حل بنا؟ قال الله تبارك وتعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. فرد فرعون وقال: يا أيها الناس، الرأي والصواب ما أقوله أنا لكم، فأنا من يرى الخير ويريد مصلحة البلاد لنفسي ولكم، وإنما أدعوكم إليه ليس إلا طريق الحق والصواب في أمر موسى وقتله، فإنكم إن لم تقتلوه سيبدل موسى دينكم ويظهر في أرضكم الفساد، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قال الله تبارك وتعالى: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرد عليه المؤمن محاولا تحذيرهم وإثناءهم عن قتل موسى عليه السلام، فقال: يا قوم، إني أخاف عليكم بقتلكم موسى أن يحدث لكم مثل ما جاء في يوم الأحزاب لمن سبقكم، أي الذين تحزبوا على رسل الله نوح وهود وصالح وغيرهم، فقد أهلكهم الله عز وجل بتجرؤهم عليه فيهلككم أنتم كما أهلكهم من قبلكم. قال الله تبارك وتعالى: وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ثم زاد في الوعظ والتخويف وفي تحذيرهم وتهويل الأمر، وأفصح عن إيمانه، إما مستسلما للقتل أو واثقا بأنهم لا يقصدونه بسوء. فقال لهم: يا قوم، إني أخاف عليكم يوم القيامة، يوم ينادي الناس بعضهم بعضا، إما من هول ما قد عاينوا من عظيم سلطان الله وغضبه وعقابه يوم القيامة وفظاعة ما غشيهم من كرب ذلك اليوم، وإما لتذكير بعضهم بعضا بإنجاز الله إياهم الوعد الذي وعدهم في الدنيا، واستغاثة من بعضهم ببعض، محاولين أن تولوا منصرفين عندما يؤخذ بكم إلى النار، ولكنكم لن تجدوا لأنفسكم قوة تدفعون بها عذاب الله، ولا ينصركم من دون الله أحد، فمن أضله الله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ثم أخذ يذكرهم بنبي الله يوسف عليه السلام لما جاءهم وقومهم من قبل أن يأتي موسى عليه السلام بالبينات الدالة على صدقه،
وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، قال لهم: فازداد شككم وما زلتم مرتابين متشككين فيما آتاكم به يوسف من عند ربكم غير موقن القلوب بحقيقته، حتى إذا مات يوسف قلتم: لن يبعث الله من بعد يوسف إليكم رسولا بالدعاء إلى الحق. وهكذا يصد الله عز وجل عن الحق من هو كافر به مرتاب شاك ومسرف في الضلال والكفر، ويجادلون في الله بغير حجة أو دليل لديهم من عند ربهم يدفعون بها حقيقة الحجج التي أتتهم بها الرسل. وهكذا يفعل الله عز وجل مع كل من يتكبر على الإيمان به واتباع الحق. قال الله تبارك وتعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فلما سمع الملأ من قوم فرعون ما قاله الرجل المؤمن، بدأ من يقتنع منهم بكلامه، فأشارهم أيضا بعدم قتل موسى، ورأوا أن يتركوه، ووقى الله عز وجل هذا الرجل وموسى سيئات ما مكروا. قال الله تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فلما رأى فرعون ذلك قال لهم: سأثبت لكم ولكل أهل مصر كذب موسى وادعائه، وأنه لا يوجد إله في السماء ولا في الأرض غيري، وعندها سأقتله. فقال لوزيره: يا هامان، ابن لي صرحا يبلغ ارتفاعه عنان السماء، فأصعد إليه وأرى أين هو إله موسى هذا، وإني أعلم أنه لا يوجد إله هناك أصلا، حينها سنخبر الناس أنه لا أحد في السماء وأن موسى يكذب عليكم. وبالفعل بدأ العمل، وجمع الصناع وشرعوا في بنائه نحو 7 سنين، وارتفع البنيان ارتفاعا لم يبلغه بنيان آخر. قال الله تبارك وتعالى: وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فشق ذلك على موسى واستعظمه، وخشي أن يفتتن الناس به ويصدقوا ما سيقوله الفرعون الكاذب الضال، فهم قوم يستخفهم فرعون ويطيعونه في كل شيء. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن دعه وما يريد، فإني مستدرجه ومبطل ما عمله ساعة واحدة. فلما تم بناؤه أمر الله عز وجل جبرائيل فخربه، وأهلك كل من عمل فيه من صانع ومستعمل. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. فلما رأى فرعون ذلك من صنع الله عز وجل، خشي أن يؤمن الناس ويصدق بدعوة موسى عليه السلام، فخرج فرعون في قومه مستخفا بهم، محاولا أن يشككهم في موسى عليه السلام ودعوته، وقال لهم: يا قوم، أليس أنا من يرزقكم، وهذه الأنهار التي تشربون منها وتزرعون بها هي تحت إمرتي، وإني أنا خير من هذا الذي يدعي أنه نبي وأحق بأن تبعدوه، فهو لا يستطيع حتى أن يتحدث أو أن نفهم ما يقول.
بل لا نرى معه أموالا كقارون أو ملائكة تنزل معهم فنراها أو نسمع منها ما يقول، فوافقه أكثر قومه على ما قال، وقالوا نعم إن فرعون على حق إن هذا لكاذب. قال الله سبحانه وتعالى: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما سمع موسى عليه السلام ذلك يئس من إيمانهم، وعلم أن هؤلاء لن يؤمنوا له أبدا، فرفع يديه هو وهارون ودعوا عليهم بأن يطمس الله عز وجل على أموالهم وثرواتهم التي هم فرحون بها، ويعذبون بني إسرائيل بامتلاكهم إياها، ويظنون أن أرزاقهم وأموالهم هذه بفضل الفرعون الكافر. ودعا موسى عليه السلام وأمن هارون بأن يطبع الله عز وجل على قلوب الفرعون وآله وجنوده ومن معه، فلا يؤمنوا حتى يروا عذاب الله عز وجل الأليم. قال الله سبحانه وتعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فاستجاب الله عز وجل لهما فمسخ الله أموالهم فكانوا يزرعون ولا يثمر الزرع، وأصبحوا يتخيل إليهم أن الذهب والأموال قد أصبحت حجارة، والنخل والأطعمة والدقيق أصبحت غير صالحة، فهالهم ذلك وأفزعهم. فأمر فرعون جنودهم بأن يضاعفوا العذاب على بني إسرائيل. حينها أوحى الله عز وجل لموسى وهارون: إن موعد خروجكم من مصر وهجرتكم منها قد اقترب. فأمر نبي الله موسى عليه السلام بني إسرائيل بأن يتجهزوا للخروج من مصر، ولكن قبل الخروج أمر الله نبيه موسى عليه السلام بأن يدعو قارون للإيمان بالله. فمن هو قارون هذا؟ أغنى رجل على أرض مصر آنذاك، بل وربما على مر التاريخ أيضا. قارون هو رجل من بني إسرائيل، وتحديدا من قوم موسى عليه السلام، لقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. وقد قيل أيضا أنه كان ابن عم النبي موسى عليه السلام، ويلتقي معه في النسب لأبيه وأمه، فهو قارون بن يصهر ابن قاهث بن لاوي بن يعقوب، ويلتقي في النسب مع النبي موسى عند قاهث بن لاوي، فموسى هو موسى بن عمران ابن قاهث. وكان قارون في بداية حياته فيما قال بعض العلماء من أتباع النبي موسى عليه السلام، وكان شديد العبادة، حتى وصل في بعض الأقوال إلى مرحلة من العبادة لم يصل إليها أحد من بني إسرائيل، حتى إنهم قالوا إنه اعتزل في أحد الجبال يتعبد ربه 40 عاما، وكانوا يلقبونه بالمنور لشدة علمه وحسن صوته بالتوراة، وإن كان بعض العلماء قد عارض هذه الأقوال، ولم نقف على دليل صحيح يؤكد هذه الأقوال. ومما قيل إن إبليس حاول أن يفتن قارون بالشياطين، لكنهم لم يقدروا عليه،
فتمثل إبليس بنفسه على صورة رجل وذهب إليه، ثم أخذ يتعبد معه حتى فاقه في العبادة، فأصبح قارون يتواضع لإبليس أشد التواضع مما يراه منه. وهنا بدأ إبليس يستدرج قارون، فقال له: نحن لا نشهد للقوم لا جماعة ولا جنازة، فالرأي أن نشهدها معهم فهي عبادة أيضا. فوافقه قارون. قالوا: فلما فعل ذلك قارون وعلم بنو إسرائيل بأمر عبادته، بدأوا يحملون إليه الطعام في أيام عبادته، فقال له إبليس: إننا صرنا عالة على القوم، فالرأي أن نخرج في يوم نكسب فيه وباقي الجمعة نعبد الله. ثم استدرج إبليس قارون أكثر، فقال لقارون: صرنا لا نتصدق على أحد ولا نساعد أحدا، فالرأي أن نعمل يوما ونتعبد يوما. فلما وصل قارون إلى هذه الدرجة تمكن منه الشيطان وتركه وانصرف عنه. وهنا فتحت لقارون الدنيا، فنسي ما كان من العبادة والزهد الذي كان عليه، وانشغل بالدنيا وجمع المال حتى جمع ثروة لم يجمع أحد مثلها على مر التاريخ. ولكن السؤال هنا: كيف استطاع قارون جمع تلك الأموال كلها؟ في الحقيقة لم يستطع الباحثون تأكيد الطريقة التي جمع بها قارون ثروته، ولكن هناك عدة أقاويل. أولها أنه كان يعمل بالتجارة والتي كان له ذكاء وعلم شديد بها، فاستطاع قارون من خلالها أن يجمع تلك الثروة الطائلة. أما القول الثاني هو أن قارون كان لديه علم يسمى بعلم الخيمياء، وهو تحويل المادة من صورة إلى أخرى. قالوا: فكان يقوم بتحويل التراب إلى ذهب بعملية خيميائية بحتة. أما القول الثالث أنه كان لديه علم باسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وأنه دعا الله عز وجل أن يرزقه المال فاستجاب الله تعالى له وأصبح من أغنى الناس مالا. ولكن هناك قولا آخر وهو الأشهر بين أهل العلم، وهو أن قارون كان يعمل في استخراج الذهب من المناجم، وكان هو الشخص الوحيد في عصره الذي لديه العلم بطريقة استخراج هذا الذهب من الصخور ثم تحويلها إلى سبائك ثم بيعها، فكان هو المصدر الوحيد في زمانه لاستخراج الذهب وتحويله. قيل إنه كان المصدر الرئيسي وراء كمية الذهب لدى الفراعنة. وهكذا أصبح قارون في مدة قصيرة أغنى رجل في عصره، وكان فرعون يقربه من مجلسه دون أبناء عشيرته لعظم ماله. وهنا بدأ قارون يغتر بماله ونفسه وسلطانه كثيرا، وأخذ يتباهى بماله على الناس ونسي فضل الله عز وجل عليه، فكان يلبس أفخر اللباس ويصنع ملابسه من الذهب ويزيد في طول ثيابه شبرا أو شبرين تفاخرا وتكبرا على قومه. ولهذا السبب أمرنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بتقصير الثياب، لأنها من علامات الكبر والخيلاء، فكانت هذه أيضا من عادات الجاهلية، فكان الكفار يطيلون ثيابهم شبرا إلى الأرض تكبرا وتفاخرا بينهم أيهم أكثر ثراء وطولا في اللباس. كما كان سرير قارون وكرسيه أيضا من الذهب، حتى إن أبواب قصره كانت من الذهب، وكان لديه مخازن عظيمة من الذهب، لدرجة أن مفاتيح كنوزه كان يعجز عن حملها العصبة من الرجال الأشداء، والعصبة هم المجموعة دون 40 رجلا، فإذا كانت هذه حال مفاتيح الكنوز فقط فما بالك بالكنوز ذاتها. قال الله عز وجل: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. أما عن قصة قارون مع نبي الله موسى عليه السلام، فقد بدأت القصة عندما أنزل الله تعالى حكم الزكاة على بني إسرائيل، فلما أمرهم سبحانه بها أمرهم موسى عليه السلام بأمر الله، وكان قارون أكثر الناس رفضا لها لشدة حبه وخوفه على المال، ولكن خوفه من موسى عليه السلام دفعه للذهاب إليه ليسترضيه، فأمره موسى بأنه سيدفع الزكاة دينارا عن كل 1000 دينار وشاة عن كل 1000 شاة، فوافقه قارون ولكن على كراهة منه،
فلما عاد قارون إلى بيته وجد أن ذلك كثير، ولم تطاوعه نفسه على إخراج شيء من أمواله. فعمد قارون إلى القوم الذين اعتادوا الجلوس معه وقال لهم: إن موسى أمركم بكثير من الأمور فأطعتموه، ويريد الآن أن يأخذ أموالكم، فماذا نفعل معه؟ فقال له القوم: أنت كبيرنا ولك أمرنا، فأخبرنا بما تريد ونحن معك. فقال لهم قارون: نأتي بامرأة بغي ونعرض عليها المال، فتتهم موسى بنفسها على ملأ من الناس، فيذهب أمر موسى. قالت الروايات: وبالفعل جاء قارون بامرأة بغي زانية، وأعطاها 1000 دينار وطستا من الذهب، وأمرها أن تذهب إلى موسى على ملأ من الناس وتتهمه أنه وقع بها. فلما جاء اليوم التالي ذهب قارون إلى موسى عليه السلام وقال له: إن القوم ينتظرونك خارجا حتى تعظهم. فلما خرج موسى عليه السلام وبدأ يكلم الناس، قال لهم موسى عليه السلام: من زنى وليس له امرأة جلدناه 100 جلدة، ومن زنى وله امرأة رجمناه حتى الموت. فقال له قارون: حتى وإن كنت أنت؟ فقال موسى: وإن كنت أنا. فقال قارون: إن القوم يزعمون أنك فجرت بامرأة. فقال موسى: أحضروا المرأة التي تزعم هذا. ثم ذهب موسى عليه السلام وصلى 2 ركعتين لله عز وجل، فلما أحضروها قال لها موسى عليه السلام: بالله الذي فلق البحر وأنزل التوراة أن تقول الصدق. فتكلمت الصدق وأخبرته بكل شيء، وطلبت التوبة والمغفرة إلى الله عز وجل مما فعلت. فاشتد غيظ قارون وكرهه لموسى أكثر وأكثر، ومن هنا بدأت العداوة من قارون لموسى عليه السلام. وأخذ قارون في محاربة موسى وتكذيب دعوته. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. وظل قارون يتحدى ويحارب موسى عليه السلام ويتكبر بماله أكثر وأكثر، حتى جاء ذلك اليوم الذي خرج فيه قارون في زينته على قومه في موكب عظيم، ويحمل مفاتيح كنوزه معه على 70 بغلا من البغال الشديدة القوية. فكان من عادة قارون أنه يحمل معه مفاتيح كنوزه معه أينما ذهب، وذلك تكبرا وتفاخرا على الناس بملكه وماله الذي آتاه الله إياه. وبينما قارون يسير بموكبه هذا بين الناس، مر على موسى عليه السلام بموكبه، وكان موسى بين الناس يكلمهم ويذكرهم بالله عز وجل. فلما رأى الناس موكب قارون وعظمته تركوا موسى عليه السلام والتفتوا إلى قارون وسلطانه وملكه وثرواته، لدرجة أن طائفة من القوم تمنوا أن يكونوا مثل قارون، تمنوا أن يكون معهم ما معه من متاع الحياة الدنيا، فقالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وهنا غضب موسى عليه السلام وأخذ يعظهم ويخبرهم بأن ثواب الله عز وجل خير لهم وأبقى لمن آمن منهم واتقى. ثم ذهب موسى عليه السلام إلى قارون يعظه ويأمره بأن يتقي الله عز وجل فيما آتاه إياه، وأن لا يتكبر ويفرح بما آتاه الله عز وجل. وهنا اغتر قارون بملكه أكثر وأكثر، وقال لموسى: قال إنما أوتيته على علم عندي، أي إني يا موسى أوتيت هذا المال لميزة عندي، ولا لأحد علي فضل فيه. وإن كنت يا موسى قد فضلت على الناس بنبوتك المزعومة، فإني قد فضلت عليك وعلى الناس بالمال. وإني أتحداك يا موسى إن كنت نبيا حقا كما تزعم أن أدعو عليك أمام الناس وتدعو علي، ونرى من منا أحق بالفضل. فقال له موسى عليه السلام: تدعو أو أدعو؟ فقال: أدعو أنا. فدعا قارون فلم يجبه الله عز وجل في موسى عليه السلام. فقال موسى:
أدعو؟ قال نعم. فقال موسى: اللهم مر الأرض فلتطعني اليوم. فأوحى الله عز وجل إليه: إني قد فعلت. فقال موسى: يا أرض خذيهم، فأخذتهم إلى أقدامهم، ثم قال: خذيهم، فأخذتهم إلى ركبهم، ثم إلى مناكبهم، ثم قال: أقبلي بكنوزهم وأموالهم. فأقبلت بها حتى نظروا إليها، ثم أشار موسى بيده فقال: اذهبوا بني لاوي. فاستوت بهم الأرض. وقد روي عن قتادة رحمه الله أنه قال: يخسف بهم كل يوم قامة إلى يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خسف بهم إلى الأرض السابعة. قال الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وهناك رواية أخرى بأنه لما مر قارون على موسى وهو يدعو الناس، انفض الناس عن موسى وفتنوا بما عند قارون، فغضب موسى عليه السلام وأخذ يدعو الناس ويذكرهم بأن ثواب الله عز وجل خير وأبقى. ثم ذهب موسى إلى قارون وأمره بعدم التفاخر والفرح، وأن يتقي الله عز وجل فيما آتاه إياه، لكن قارون تكبر ولم يستمع إلى موسى، فدعا عليه موسى عليه السلام. فما إن جاء الصباح إلا وقد خسف الله عز وجل بقارون وبداره الأرض، وأخذ الذين كانوا يتمنون بالأمس أن يكونوا مثل قارون وأن لهم حظه في الدنيا، يقولون كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. فأصبح قارون عبرة وعظة لمن بعده من الأمم. ولكن بعدما أهلك الله عز وجل قارون لتحديه لله عز وجل ولنبيه موسى عليه الصلاة والسلام، أوحى الله عز وجل لموسى وهارون عليهما السلام أن موعد خروجهم من مصر وهجرتهم منها قد حان وأتى. فأمر الله عز وجل نبيه موسى أن يأمر بني إسرائيل بأن يتجهزوا للخروج من مصر. ثم أوحى الله عز وجل إلى موسى أن يحمل معه تابوت يوسف ابن يعقوب عليهما السلام ليدفنه في الأرض المقدسة، ذلك النبي الذي كان سببا في دخول بني إسرائيل إلى مصر بعدما أنعم الله عز وجل عليه وأكرمه فأصبح عزيز مصر، وجعله الله عز وجل سببا في نجاة الله تبارك وتعالى لأهل مصر والأرض كلها من القحط والجفاف. ومع كل هذا الرخاء الذي أعطاه الله عز وجل له، كان النبي الوحيد الذي طلب من الله عز وجل ما لم يطلبه نبي قبله وما لم يطلبه نبي بعده، فقد طلب من الله تعالى أن يقبض روحه وينقله من دنيا الفناء إلى حياة الخلود، حيث وجه الله الكريم وصحبة النبيين والصديقين والشهداء والنبيين والمرسلين. وقد ذكر الله تعالى ذلك في الكتاب الكريم، قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال بعض العلماء: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، أي توفني يا رب إذا جاء أجل الذي كتبته لي على الإسلام وألحقني بالصالحين. وليس بالضرورة أنه يسأل الله أن يميته الآن، بل
حين يتوفاه الله، حين يأتي أجله الذي قضاه الله أن يتوفاه على الإسلام والإيمان وأن يلحقه بالصالحين. فلما حضر سيدنا يوسف عليه السلام الموت، جمع إليه قومه من بني يعقوب وأوصى أخاه يهوذا على قومه. وتوفي يوسف عليه السلام وكان عمره فيما قال العلماء 120 عاما. وبعد موت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، تخاصم أهل مصر في مكان دفنه، وكل طائفة أرادت أن تحظى بأن تدفنه هي إلى جوارها، وذلك لشدة رغبة الناس كلهم في الحصول على بركة يوسف عليه السلام. فاشتد القتال والعداء بين الناس، وفي النهاية اهتدوا واتفق الجميع على أن يجعلوه في صندوق أو تابوت من المرمر مطلي بالرصاص، ويدفنوه في نهر النيل، بحيث يمر عليه الماء وتصل بركته إلى جميع مصر وما حولها، فيعم الخير على الجميع. وظل يوسف عليه السلام مدفونا هناك إلى أن جاء الوحي لنبي الله موسى عليه السلام قبل خروجه من مصر بأن يأخذ جثمان نبيه الشريف أثناء خروجه ليدفنه بجوار أبيه وجده يعقوب وإسحاق وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. ولم يكن يعلم موسى عليه السلام مكان دفنه، قيل فظل يبحث كثيرا عن مكان قبره امتثالا لأمر الله عز وجل، فلم يصل إليه، إلى أن اهتدى إلى رجل يبلغ من العمر 300 عام، فقال له إن أمه هي الوحيدة على وجه الأرض من تعرف قبر يوسف الصديق عليه السلام. فذهب إليها موسى عليه السلام مسرعا، فوجدها امرأة مريضة وطاعنة في السن تبلغ من عمرها 900 عام، هذا في قول بعض العلماء، ولا نعلم حقيقة عمرها مشاهدين الكرام. فسألها موسى عليه السلام عن قبر يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام، فقالت هذه المرأة العجوز: لن أدلك عليه حتى تدعو الله لي بأن يمد الله في عمري مثل ما مضى، وأن أعود إلى شبابي وصحتي، وأن يدخلني الجنة. فقال لها: أنظريني حتى أسأل ربي. فأجاب الله تعالى دعوة المرأة وأعادها إلى شبابها ومد في عمرها. فأخذت المرأة نبي الله موسى عليه السلام إلى نهر النيل، وقالت إن يوسف في جوف النيل، فادعوا الله أن يحصر عنه الماء. فدعا موسى عليه السلام الله عز وجل فحصر الماء عنه، وظهر أمامهم طريق فمشوا فيه، إلى أن قالت: احفر هنا. فحفر موسى عليه السلام فإذا بتابوت من المرمر يظهر، فأخذه موسى عليه السلام وذهب به إلى بيت المقدس بعد خروجه من مصر. ولكن هناك من شكك في هذه الرواية وقال إنها من الإسرائيليات الدخيلة على الدين والشريعة الإسلامية، وأن مكان دفن سيدنا يوسف عليه السلام ما زال في مصر. ودلل من قال بذلك على أنه لا يوجد قبر نبي على وجه الأرض يعلم مكانه بيقين مطلق إلا قبر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: فكيف لتلك المرأة بأن تعرف مكانه وتخبر نبي الله به؟ ولو كان ذلك لكان من الأولى أن يخبره الله عز وجل به مباشرة. وقال بعضهم: لم يرد أي نص عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشير إلى قبر أي نبي، فقد أخفاها الله عز وجل عن عباده حتى لا تكون فتنة بعدهم، وحتى لا يتعبد الناس بها إليه. قالوا: لذلك تدور دائما مثل هذه الروايات بين الشك واليقين حتى يظهر دليل يميز الحقيقة. وقالوا: فوفقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقال بعض العلماء، وهذا هو القول الراجح مشاهدين الكرام، إنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ورد في صحيح ابن حبان يثبت قصة هذه المرأة العجوز وقصة قبر يوسف عليه السلام الذي كان في جوف النيل. ثم أمر الله عز وجل نبيه موسى عليه السلام أن يأخذه معه أثناء خروجه من مصر وأن يدفنه في أرض الشام. والحديث رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا فأكرمه، فقال له: ائتنا
فأتاه الأعرابي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل حاجتك. قال: ناقة نركبها وأعنز يحلبها أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالوا: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق. فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال موسى عليه السلام: فمن يعلم موضع قبره؟ قال: عجوز من بني إسرائيل. فبعث إليها فأتته، فقال موسى عليه السلام: دليني على قبر يوسف. قالت: حتى تعطيني حكمي. قال: وما حكمك؟ قالت: أكون معك في الجنة. فكره موسى عليه السلام أن يعطيها ذلك، فأوحى الله عز وجل إليه أن أعطها حكمها، فانطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء، فقالت: أنضبوا هذا الماء. فأنضبوه، فقالت: احتفروا. فاحتفروا، فاستخرجوا عظام يوسف عليه السلام، فلما أقلوها إلى الأرض وإذا الطريق مثل ضوء النهار. فبهذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت قصة العجوز، وقصة قبر يوسف الذي كان في الماء، وقصة أمر الله عز وجل لموسى أن يأخذه معه أثناء خروجه من مصر. والثابت في القرآن والسنة أنه لما حان وقت خروج بني إسرائيل من مصر، أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام بالخروج من مصر ليلا ناحية البحر، فذهب موسى عليه السلام إلى فرعون يستأذنه في الخروج إلى خارج المدينة ليحتفلوا بعيد لهم، فأذن لهم الفرعون بالخروج. فخرج موسى ببني إسرائيل ليلا، وفرعون لا يعلم ما في نية موسى عليه السلام. قيل: وكان بنو إسرائيل لما ساروا من مصر 620,000، على مقدمتهم هارون، وكان موسى على مؤخرتهم. قال الله عز وجل: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فلما علم الفرعون بذلك اشتد غضبه وغيظه، وقال: إن هؤلاء لشرذمة قليلون. وجمع جيشه وجنوده كلهم خلف بني إسرائيل، وقيل إن عدد جنوده يزيد على 1,600,000. فاستدرج الله عز وجل الفرعون بكفره إلى هلاكه، بعدما كان ينعم هو وقومه بمال وكنوز. قال الله عز وجل: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. فخرج فرعون وتبعه جنوده فأدركهم عند شروق الشمس وتراءى الجمعان. أما موسى ومن معه فقد كان البحر أمامهم وفرعون من خلفهم والجبال عن يمينهم ويسارهم. فقال أصحاب موسى وهم خائفون: إنا لمدركون. فقال موسى عليه السلام بكل يقين: كلا، إن معي ربي سيهدين. قال الله عز وجل: فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. وكان مع موسى أخوه هارون عليهما السلام ويوشع بن نون، وهو من سادات بني إسرائيل وعلمائهم بعد ذلك، والسامري
والذي سيكون له قصة مع نبي الله موسى عليه السلام، وفتنة عظيمة مع بني إسرائيل. قيل إنه كان معهم أيضا مؤمن آل فرعون، وهذا لم نقف على صحته مشاهدين الكرام. قالوا: ويقال إن مؤمن آل فرعون جعل يقتحم بفرسه في البحر مرارا لعله يجاوزه فلم يستطع، ويقول لموسى عليه السلام: يا نبي الله، أها هنا أمرت؟ أها هنا وعدك ربك؟ فيقول موسى: نعم. فلما ضاق بهم الحال واشتد الأمر واقترب فرعون وجنوده وكاد أن يصل إليهم ويقتلهم، عند ذلك أوحى الله سبحانه إلى موسى عليه السلام أن اضرب بعصاك البحر، فضرب موسى عليه السلام البحر بعصاه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، أي فكان كل جنب منهما كالجبل العظيم. قال الله تبارك وتعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم أمر الله عز وجل الريح فصار البحر يابسا لا يعلق في أرجل الخيول والدواب، فانطلق بنو إسرائيل مسرعين حتى خرجوا إلى الجانب الآخر. قال الله عز وجل: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. فلما خرج آخر رجل من بني إسرائيل من البحر كان جيش فرعون يهم بالدخول، فلما رأى موسى وقومه ذلك طلبوا من موسى على الفور أن يضرب البحر بعصاه ليرجع البحر كما كان لئلا يصل فرعون وجنوده إليهم، فأمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يترك البحر على هذه الحال. قال الله تبارك وتعالى: واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. فما إن وصل فرعون إلى البحر حتى شعر بأن هناك شيئا غريبا قد حدث، فخاف فرعون أن يتقدم وندم في نفسه على خروجه في طلبهم، لكنه أظهر لجنوده جلدا وقوة وقال لمن استخفهم فأطاعوه: انظروا كيف انحصر البحر لي لأدرك عبيدا خارجين عن طاعتي. وكان يقدم تارة ويحجم أخرى مترددا خائفا، حينها جاء جبريل عليه السلام على صورة فارس راكب على فرسه وحث فرس فرعون ودفعها على الدخول، وحينها رأى السامري فرس جبريل عليه السلام وأن الحياة تدب في كل موضع تطأه فرس جبريل، فذهب إليه السامري وأخذ قبضة من أثر حافر فرس الملك الكريم. ولكن السؤال هنا: لماذا أخذ السامري تلك القبضة؟ وماذا ينوي أن يفعل بها؟ بل ومن هو السامري هذا؟ وكيف استطاع أن يرى جبريل عليه السلام وفرسه؟ وما الذي سيحدث بينه وبين بني إسرائيل ونبي الله موسى عليه السلام؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. فلما رأى الجنود فرعون قد سلك البحر دخلوا وراءه مسرعين، فلما توسط فرعون وجنده البحر سقط البحر كالجبل عليهم وعاد كما كان وأغرق فرعون وجنده. قال الله تبارك وتعالى: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فلما أيقن فرعون أنه هالك لا محالة، أراد حينها أن يؤمن أو يظهر أنه يؤمن ويتوب، فقال وروحه تخرج: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وكان جبريل يدس الطين في فمه، فقد قال جبريل عليه السلام: ما بغضت أحدا بغضي لفرعون حين قال أنا ربكم الأعلى، ولقد جعلت أدس في فمه الطين مخافة أن تدركه الرحمة. قال الله عز وجل:
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وحينها قال الله تعالى لفرعون حينما آمن وقتما لا ينفع النفس إيمانها الآن وقد عصيت، قال الله تبارك وتعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ومع أن غرق فرعون كان أمام أعين بني إسرائيل، إلا إنه من شدة خوفهم من فرعون وبطشه شكوا بأن فرعون قد يكون قد نجا من الغرق، لدرجة أنه قال بعضهم إن فرعون لا يموت، فرفعت الأمواج فرعون إلى سطح البحر ونظر بنو إسرائيل إليه وإلى جنوده وما أحل الله عز وجل بهم من العذاب والغضب والانتقام، ليكون أقر لأعين بني إسرائيل وأشفى لنفسهم وغيظ صدورهم. قال الله تبارك وتعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فكانت جثة فرعون آية ودليلا لكل من يأتي بعده ويتكبر على الله تعالى، ثم أنجى الله عز وجل عباده المؤمنين فلم يغرق منهم أحدا، وأورثهم أرضا مباركة ليعيشوا فيها حياة هادئة هانئة مطمئنة، وليعبدوا الله عز وجل ويشكروه على ما أنعم به عليهم بعد أن كانوا مستضعفين في الأرض مستبعدين مرذولين. قال الله سبحانه وتعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وكان هلاك فرعون وجنوده في يوم عاشوراء، ولذلك أمرنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بصيام ذلك اليوم وأوصى به. فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال دخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، حيث إنهما أخوان في النبوة، ولأنه صلى الله عليه وسلم أطوع وأتبع للحق منهم فهو أحق أن يشكر الله تعالى على نجاة موسى عليه السلام. وفي رواية أنه قال أنتم أحق بموسى منهم فصوموا، لأننا نحن المسلمين أولى بحب موسى عليه الصلاة والسلام وأولى بموافقته من اليهود، حيث إنهم بدلوا شريعة موسى وحرفوها، ونحن أتباع الإسلام الذي هو دين كل الأنبياء أولى بموسى وبكل الأنبياء ممن كفروا بهم أو حرفوا من بعدهم. وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن السنة أن يصوم المسلم اليوم التاسع معه مخالفة لليهود. وقد ثبت في صحيح مسلم رحمه الله من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة التي قبله. وهكذا أنجى الله عز وجل نبيه موسى وبني إسرائيل من فرعون وبطشه، فإلى أين سيتجه موسى عليه السلام ببني إسرائيل بعد ذلك؟ وما الذي سيحدث معهم؟ وكيف سيفتنهم السامري فيكفر بالله عز وجل بعد كل ما رأوه من الآيات؟ وماذا سيفعل موسى عليه السلام معهم؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله،
لذا لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمشاهدة الحلقة فور نزولها إن شاء الله. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.